بدي أسألك 4-5 أسئلة بس هودي كتير كتير بيبقوا هودي بختام البرنامج بيبقوا كتير سريعين عرفتي يعني بيبقوا رحمة يعني بيبقوا إذا بدك يلا مثل ما أنت بسم الله الرحمن الرحيم ردي يلا بصراحة يلا. يلا 1-2-3 فنانة ولا ممكن تسمعي لها ولا ممكن اسمع لها ولا ممكن اسمع لها نفسي انا ما احب اسمع رحمه نفسي. رحمه 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 فنانة والله العظيم ما بحب اسمع طيب. حالي والله غير العظيم انت. غير مين انت. ما بدك اوكي غير انت غير انا مستحيل اسمعها استغفر الله العظيم ما اعرف لا توقعني بدا لا ما طيب. راح اقول لك ما راح اقول اوكي اوكي فنانة كل يوم اذا بدك تسمعي لها شيرين فنان كل يوم تسمعي له حسين الجسمي فنان ممكن تطلب انه تتزوجيه حسين الجسمي فنان بتقولي يا ريت ما بيغني فنان يا ريت اقول يا ريت ما بيغني نعم اللي يقلدون جورج وسوف جورج الراسي وديع عمراد مالي خص بس اللي يقلدون جورج وسوف آخر سؤال هل كانت هيدي المقابلة تافهة هل كانت مضيعة للوقت أو كانت شيء مهضوم وحبيتي وبكل صراحة تفضلي شيء كثير مهضوم ووايد حبيته وانت بتجنن وأسئلتك حلوة مع أنك شيطان شوية وتلعب على الوتر شوية صراحة ما توقعت هيك حيكون اللقاء يعني كنت شايل هم أنا صرت بصراحة أضايق شوية من المقابلات لأن أسئلة جدا تقليدية ومعادة وما عندي يعني وصلت لمرحلة أنه خلاص بليز كرهت الأسئلة غيروها لا تفتهم بس مقابلتك كانت تجنن تحياتي لك وللمعدين وللمسؤولين عن البرنامج وإلك تحية خاصة يا جمال لأن أنت شخص كثير مبين عليك طيب وتجنن وشخص مثلي صريح إيه أنا كتير بخبرك شيء المعدين والقيمين على البرنامج هني أنا يعني اسمع حبيبي انت اعداد وتقديم وهندسه صوت واخراج واتصالات انا لا لا اسم الله عليك في ملكو اكيد بيساعدنا ثانك يو حبيبتي انت هلا كل بدي وصل تحيه للكل بعتذر من كل الاشخاص اذا في شيء ما وصلته ابدا لرحمه ولكن بتعرفوا كنت شوي طميع اذا بدكم تقدر ناخذ منا معلومات قلنا زمان ما حكينا عنها وحبينا نظهرها بطريقه الصح رحمه كانت اذا بدي احكي بتجرد من دون اي اذا بدكم تبييض او انتم صرتوا بتعرفوا بكل السبع أو العشر أسابيع اللي صرت أقطع معكم فيها أنه كل بعد كل برنامج بتحاربوني ليش حكيت بهيدي الصراحة خليني أقول أنه رحمة من ضمن الفنانات اللي ما فتحت لا ورقة ولا قلم ولا قريت عنها شيء كل اللي عملته من 3 أيام سمعت أغنيتها الجديدة ما حبيت الأغنية اللي أنه هالقد دراما ولأنه صوتها رائع ولأنه يمكن عم كذب مش قصة محبتها يمكن كمشت على الوتر الصح وأنا يمكن بخاف أسمع هالنوعية من الأغاني بهنية كتير رحمة كانت من الأشخاص اللي تعتبر مادة دسمة للصحافة ولكن في منهم غباء أنه ما يعرفوا يستلموا هيدا المادة ويفرزوها صح رحمة حدا بينشاف الحال فيه كتير وبيفتخر كونها تكون عراقية أو عربية أو شو ما كان الكل طلبوا منك يغنوا هلأ أنا بدي أطلب منك تغني أغنية فيها كلها حب فيها كلها فرحة فيها جمال وفيها هيك تفاؤل نختم فيها شو بدك تغني طب قبل ما أغني أوجه لكل اللي كانوا يسمعون المقابلة تحية ولكل الوطن العربي وإن شاء الله بما أنه قربنا على رمضان رمضان يكون رمضان خير وحب وسلام يا رب ويكون في من غير مشاكل ويكون ويحل علينا السلام في الوطن العربي كامل يا رب من كل قلبي هالدعاء لأني تعبت أنا أشوف ناس تموت وناس تبكي وناس خلص يعني تعبنا يعني نعم. أغني شغني أغني لك تفاؤل بتحب السيدة فيروز أنا كلي تفاؤل بس أنا أحب أغني الحزين لا عم نختم بحلو يعني نختم بشي بيشبهك بتحب السيدة فيروز صح؟ أكيد هل تجرؤ رحمة أن تغني الفيروز؟ يعني رح أغني على قدي برافو عليك سلم تمك نغني لها من عز النوم تسرقني
سهور بلا بعيد بتلحقني يا حبي، صرت بآخر أرض عم امشي وتمشي في الأرض، لوينك بعدك لاحقني، كنا تودعنا صوتك غاب وناداني العمر الخالي، ولما حالي سكرت الباب لقيتك بيني وبين حالي، مجنوحة على بحر النسيان سرقني النوم وكل شي كان، وجهك ما كان يفارقني وجرب اسمح ويغرقني من عز النوم تسرقني، بهرب لبعيد بتسبقني يا حبي، صرت بآخر أرض عم امشي وتمشي في الأرض، لوينك بعدك لاحقني. أخاف بعرق لما غني لفيروز. لا رائع، غنيت بطريقة كتير حلوة، يسلم هالتم يا رب. شكرا لك يا رحمة، كانت مقابلة حلوة جدا، وأنا بعتبر أنه هلأ إذا بدك ارتقيت أكبر، أنه أكتر أنه كنت ضيفتي. بتشكرك من كل قلبي، وبتشكر كل محبينك وإدارة أعمالك على الإنترنت، قديش الناس راقيين ومثقفين وبيفهموا بيشبهوك. شكرا لألهم، شكرا لمستمعي راديو الجرس، وشكرا لك كتير أنه كنت ضيفتي يا رحمة. شكرا حبيبي، باي باي، إلى اللقاء. بتشكر كل الأشخاص اللي سمعوني، بتشكر كل مستمعي راديو الجرس دون استثناء.